ان احنا خدنا الموقف ده والمشاركه في مؤتمر العداله بضمانات وشروط وفقا وتقديرا لمبادره معالي الرئيس فخامه الرئيس محمد مرسي باقامه مؤتمر العداله لمناقشه قانون السلطه القضائيه واتفاق القضاء عليه. بس مجلس الشورى النهارده في رسائل جت على الموبايلات انه بيناقش قانون السلطه القضائيه غدا في مجلس الشورى، فبالتالي لا داعي لمؤتمر العداله. نعم. يعني اذا النادي يعتبر انه ربما مؤتمر العداله لا جدوى له ولا محل زي ما تفضل من الضمانات دلوقتي. من الضمانات والشروط الاساسيه اللي طلبها معالي احمد بيزند والساده رؤساء الانديه واللجنه اللي قابلت مجلس القضاء الاعلى، اول حاجه عدم مناقشه قانون السلطه القضائيه في مجلس الشورى، لان الدستور لان قانون السلطه القضائيه ما هوش قانون حال محتاج ان هو يعني يصدر، ما فيش سرعه، ما فيش وجه للسرعه لاصداره، مش قانون طوارئ عشان نصدره، مش يعني من القوانين اللي محتاجه تصدر ماشي قانون العقوبات قانون الاجراءات الجنائيه، انما قانون السلطه القضائيه ما فيش وجه للسرعه لاصداره، والدستور قال ان مجلس الشورى بي 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 يعني بيصدر القوانين السريعه اللي محتاجينها تصدر سريعا لحين انعقاد مجلس الشعب. فانا شايف يعني تصميم مجلس الشورى على الموقف بتاعهم، وفي الحاله دي بيتهيألي نادي القضاء هيعلن انسحابه وعدم مشاركته في مؤتمر العداله، ولا داعي لاقامه مؤتمر العداله اصلا، لا داعي ليه لسعاده الرئيس محمد مرسي عشان قانون السلطه القضائيه وعشان تهدئه الموقف. يعني ده قرار متوقع من مجلس اداره النادي ممكن يتخذ خلال الساعات القادمه. طبعا ان شاء الله باذن الله. شكرا جزيلا سياده المستشار حمدي معوض رئيس لجنه الخدمات بنادي القضاء. حول ارتفاع الاسعار وسوق